حياكم الله. يحكى انه في غضون ايام معدودات حدث التالي يا ساده. في اول ايام الفصل الدراسي حدث في مدرسه الفيصليه في مأدبه اعمال شغب قام بها الطلاب ضد مديرهم الجديد. وايضا حدث في جامعه ال البيت حيث قام الموظفون باقتحام مكتب الرئيس وطالبوه بالرحيل ورحل. ولا ننسى ما قام به موظفو تربيه الاغوار الشماليه عندما طالبوا مديرتهم بالرحيل. نترحم ايضا على الطفل هاشم الكردي. واليوم نسمع ونشاهد ما دار في مستشفى البشير. وكل ما سبق هو ذاته الذي يتحدث عنه سيد البلاد في كل مره وهو تطبيق سياده القانون، فاين نحن اليوم من سياده القانون ايها الساده. نخصص حلقة اليوم للحديث عن تفاصيل ما حدث في مستشفى البشير ونستبع من عطوفة مدير مستشفى البشير الدكتور محمود إزريقات مساء الخير دكتور مساء وأرحب أيضا بضيفي من بعمار أبو شاهين رئيس قسم الخدمات المكلف من الزرقاء صوت المملكة بدأ أهلا بكم اهلا بكم الزملاء في اجو رصدوا لنا بعض التعليقات حول حادثه مستشفى البشير ونعود لنبدا النقاش اهلا بكم من جديد واهلا بضيفي الدكتور محمود الزرقات مدير مستشفى الزرقاء مساء الخير في البدايه دكتور الحمد لله على السلامه الله يسلمك راح نتحدث اكثر لكن اسمح لي أن اذهب الى مباشره الى مستشفى الزرقاء حيث ينضم الينا عمار ابو شاهين مساء الخير يا عمار يا سيدي الله عمار اول شيء الحمد لله على سلامتك واحنا تاكدنا قبل ان تخرج معنا على الهواء انه انك قادر على الحديث فحبينا اول شيء نقول لك الحمد لله على سلامتك وبعجاله وكيف ما تشاء ماذا حدث معك يا عمار؟ اول شيء الله يسلم عمرك وبارك فيكم يا سيدي ويظلكم ان شاء الله صوت الحق للجميع ان شاء الله في المملكه الاردنيه الهاشميه اللي احنا نعتز بها ونعتز بجلالة سيدنا صاحب جلالة سيدنا اللي هو دائما اللي هو واقف ضد الفساد وواقف مع الإصلاح وواقف مع الناس المظلومين ونشكر قناة كل مملكة على هذه الاستضافة الله يبارك فيك تفضل شو صار معك يا عمار والله أنا أنا اسمي عمار رجعة أبو شهين مكلف في رئيس قسم الخدمات البشير مستشفيات البشير تقريبا جيت الى مستشفيات البشير من منذ تقريبا 15 او 20 يوم كلفني يعني بثقه عاليه من عطوفه الدكتور محمود الزريقات الله يحفظه ويخليه مع اتفاق مع معالي الوزير لبناء عمليه الاصلاح حسب ما ارادها جلالة سيدنا وحسب توجيهات دو... رئاسة دولة الوزراء وحسب توجيهات معالي وزير الصحة سيدي فنحن ك... في مستشفى الزرقاء كنت سابقا أسل... كنت مسلم رئيس شعبة خدمات وأخذنا عدة وقمنا في أخذ اعتماديات في المستشفى ورفع من مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في مستشفى الزرقاء الحكومي ولدينا الخبره الكافيه ان احنا نقوم الحمد لله ولدينا الكفاءه ان نكون في اي ميدان وجنود من جنود الوطن في اي ما كان فعندما طلب منا ان نكون في البشير كنا في البشير سيدي نعم فالحمد لله رب العالمين وصلنا مستشفى البشير وبجهد وتعاون من عطوفه الدكتور محمود الزرقات وضعنا خطه عمل وخطة عمل لكي تكون قصيرة وسريعة لإنجاز ما تراكم من سنوات في مستشفى البشير من عدم صيانة ترهل في الخدمات الفندقية عدم مدا عدم متابعة دوام موظفين شركات الموجودة في مستشفيات البشير والحمد لله رب العالمين وبعونه نعم. بفترة قصيرة جدا أوجزنا ما من سنين غيرنا لم يوجد سيدي نعم. فلكل عمل وكل مجتهد ضريبة والحمد لله أخذنا ضربتنا ونشكر الله على كل هذا اللي صار معنا سيدي بداية من القام بالاعتداء عليك يا عمار كنت يعني بداية نعم اسمح لي سمعت السؤال، مين اللي اعتدى عليك؟ نعم اللي اعتدوا علينا جماعة من موظفين شركات الخدمات كنت أنا في نفس اللحظة في قبل في نفس اليوم هذا قبل ساعات قبل ساعات مباشرة أو ساعة ونص كنا جايبين شجر باتفاق مع عطوفة المدير بنحسن في مظهر مستشفى من الداخل ومن الخارج قاعدين جبنا شجر وبنزرع فيه وبدنا مظهر الاداره كمان ومع فريق الصيانه كامله فانا كنت ذهبت الى الاداره لاخبر عطوفه لاخبر عطوفه مدير المستشفى بما حصل من انجاز لذلك الصباح ف تواجدت انا وعطوفه المدير على على نهايه درج الاداره فبتكلم معه عن الانجاز فاذا سمعنا باصوات ناس وجماعات تتكلم بالفاظ بذيئه هجوميه اجراميه بالسب بالشتم على من موجود من في مستشفى البشير من اكبر شخصيه الى اصغر عامل الى اي موظف موظفي بالفاظ بذيئه جدا لا طليق ان يكون انسان مم. لماذا عندما شاهدنا هذا المنظر لانه قد سبق لنا ان تابعنا مجرى العمل الذين يقومون به وحددنا بكشوفات ابدلنا كشوفات كانوا قد لم يوقعوا عليها فعملنا نظام كشوفات جديد لهم بحضورهم عند عند توقيعهم عند الحضور وعند المغادره ويكون مسؤول مراقب من الوزاره ومن قسم التمريض من يكون مسؤول على التوقيع ومتابعه اعمالهم في النظافه. والخدمات وتقديم نعم. الخدمة للمرضى سيدي نعم هذا أزعجهم لأنهم لم يكونوا على لن يكونوا لم يكونوا بالدوام أو ينتظموا طيب. في دوامهم طيب عمار وجدنا هؤلاء الأشخاص ففوجئنا بهؤلاء نعم سيدي نعم يعني الآن تتحدث لي عن جداول ما إلى ذلك أنا ما بدي أزيد عليك بالأسئلة أنا بدي أريحك للأمانة ورايح أكمل الحديث بتفاصيله مع الدكتور محمود حبينا نشوفك ونسلم عليك ونتمنى لك الشفاء العاجل يا عمار أبو شاهين مدير الخدمات في مستشفيات البشير ضيف الآن من مستشفى مم. الزرقاء شكرا لك عمار والحمد لله على سلامتك من جديد ومباشرة إلى ضيفي الدكتور محمود من المفترض أن الاعتداء عليك دكتور مش على عمار والله في الخطة يبدو أنه هيك كانت الأصل ماذا وحتى. حدث يا دكتور محمود حتى أه تطلب من وزاره الداخليه بان من وزاره الصحه بان لا تقوم باستمرار في مهامك حتى يتم تامين الحمايه لك نعم هنا الجواب من شقين فضل. اول اعتداء صار تقريبا في نهايه الايام الاخيره من نهايه الاسبوع الماضي نعم يوم الثلاثاء تقريبا وانا كنت منعممت على اي موظف من يحصل له اعتداء لايا كان من كان الطرف نلجأ الى القضاء والقانون هو الفاصل في هذه الحلول نعم. وكنت قد عممت على آه هذا الموظف آه اللي هو آه عمار وانا اللي لقبته بالحنيش أها. أها. نتيجه اللي آه آه كانت البشره وبالعكس كان كان معاه كمان زميل ثاني آه داكن اكثر فلما اعطيته اسم الحنيش سالني الثاني طب انا مين قلت له انت العربيت هي تسميات من عندي انا لموظفيني من الدعابه وليس لاكثر يعني ليس لقب في الشارع وحقيقه والله انا ما جبت الا على كفاته نظرا لما شفت انا في مستشفى الزرقاء الحكومي من انجاز بكل اعمال الخدمات والصيانه ومتابعتها حتى لاعمال الفندقه حتى لاعمال البستنه كانوا يتابعوها والجميع بيعرف انه مستشفى الزرقاء الحكومي أخذ الاعتمادية بكل جدارة وحاصل على النجوم الخمسة ومصنف من أفضل مستشفيات وزارة الصحة وينافس القطاع الخاص أنا كان طموحي طيب سيدي ممكن نتحدث عن الحادثة ذلك نتحدث نعم. عن نعم. كل ما شئت ابدا آه من نهاية ما وصل عمار نعم. آه تفاجأنا في آه كم هائل من الأشخاص بالمسبات يمكن قصدوني لأن المسبات لأذني من هو كبيركم من هو صغيركم وما يعني, يعني. آه حقيقه الفاظ لا تلفظ ولا, ولا ولا اتشرف باعاده لفظها والكلام موجه الي طبعا والتهديد موجه الي والسبب؟ إنه السبب انه يعني آه بصراحه هم بيقولوا انه إجا من يقطع عنا خبزنا كيف؟ تفسير آه لا اعرف كيف نقطع عن الخبز عن عن احد ومبداي هو العمل هو الفاصل لكل واحد اللي عمله كويس ومحترم على راسي الذي لا يعمل لا والله انه كسب عداوتي طيب الشركات كم موظف لدى هذه الشركات في مستشفيات البشر تتفاجئ انه عدد الموظفين الخدمات اللي النظافه فقط وال والفندقه 800 عامل بحصل على رواتب هذا ال 800 عامل لما بتحكي فيهم جزء امانه عمان آآ آآ تقوم في نظافه عمان. امم اعطيني مدينه صغيره 800 كافل. العدد كافي ولكن مستوى النظافه متدني، هذا اللي لفت انتباهي. وين بروح هالكم يعني؟ 800 لازم اتفاجئ انه الاقي في طريقي كل نص دقيقه الاقي لي خمسه سته من الجماهيرين. امم تتفاجئ انه بتفر القسم بتلاقيش واحد. طيب تفر المستشفى بتلاقي في خمسه. وصلوا المستشفى الثاني كمان نفس نعم. فلما قارنا العدد الموجود في الواقع مع الاعداد الموجوده في اسماء الموجوده في في القوائم اللي بتنعرض علينا وفيها مطالبات العدد الواقع لا يتطابق مع العدد الموجود في القوائم المطالبات بالارقام بالارقام فقمنا بالتدقيق وكلفته للموضوع. عمار. عمار بالقيام بالتدقيق حسب ما تعلم معرفته وخبرته في مستشفى الزرقاء الحكومي فتفاجأت بالارقام يقول لي الارقام كثير مبالغ فيها في اعداد لا توجد على راس العمل لا اثر لها في العمل تواقيع متشابهه في في بدايه الدوام وخروجه يعني يبدو انه شخص واحد اللي بوقعهم القوائم والغريب بالامر انه دائما في لجنه واللجنه موقعه عليه هيك شغله وبالمناسبه اللجنه تابعه لكم لادارتكم نعم فيها من الخدمات وفيها من المراقبين الصحه وفيها موظفين الحكومه وفيها من الشركه طيب آه كم عدد الموظفين خدماتي بشكل عام آه كم عدد حوالي 1200 يعني آه وكم واحد على ارض الواقع آه لا يتجاوز النص ما بتجاوز النص حسب تقديراتي نعم هلا هل بالضبط هناك لجنه تدرس هذا الامر نعم هناك لجنه كلفتها في دراسه هذا الموضوع من سنتين جاي يعني انا بدي ادرسهم مش بس على من عهدي انا من شهر ثمانيه انا طلبت منهم يدرسوا الملفات من سنتين ليوم لغايه اللحظه مشان بس انه اظهر من هالدراسه ما هو العدد الحقيقي حقيقه وما ما يعني اسس اللعبه بدي اعرفها انا طبعا هي شبه معروفه شو هي يعني هناك احتيال اكيد احتيال على احنا بيحتالوا علينا كيف يعني انا لما بلاقي اسم رباعي ورقم وطني ياخذ راتب وباخذ راتب معناته والزلمه مش موجود ماذا نسميه هذا في اللغه العربيه م. يعني قاعد باخذ مصاري بدون حق ووصلتنا معلومات بالضبط كيف بيصير يعني من اشتغل بهذا الامر من كان يعمل اخبرنا بالله فقال انه انا بس كانت وظيفتي اروح يعطوني خمسين دينار اعطيهم صوره الهويه واوقع واظل مروح واغلبهم بديش اذكر اسماء اغلبهم بيشتغلوا في اماكن اخرى يعني بحسبه بسيطه ملاحظ انه بيشتغل عندك 180 الف دينار نعم صحيح انا انا حسبت بالسنه تقريبا التجاوز يصل الى 3 مليون دينار هذول بكتبوا الاسماء بس ما وما بيجوا التجاوزات يعني تصل الى 30 مليون انت عن مبلغ هذا المبلغ مش قليل نعم اكيد الشركاء الحقيقيين ليسوا هؤلاء الذي هجموا علينا في بال بالبلطجه هؤلاء مرسلون هلا الصاحب الاصلي ليس هم من اهتزت عرش مهامه او عرش أه اللي بدي اقول لك يعني تضررت أه البزنس تاعته، من اللي تضرر؟ ليس هؤلاء، ابو ال 50 دينار اندفع له راح. من اصحاب الشركات نفسهم؟ احتمال انه صاحب الشركه، من وغير اصحاب الشركه من يتقاضى هذه الاموال؟ من هو وراءهم؟ نعم انا باعتقادي انه الاشخاص اللي شفناهم احنا بالشاشه بالش... ليسوا هم اصحاب اللي يعني الاموال اللي تكدس عندهم ويحتالوا على على الحكومه هم اشخاص اخرون طب ماشي انت الان بتقول في عندي اصحاب الشركه هم مستفيدين من هذا الموضوع نعم وبالتالي خسروا هذه المصلحه وقاموا بهذا الهجوم بهذا الهجوم طيب ما عندك لجنه كمان بالمستشفى شو دور اللجنه اللي بتوقع على هذه الاوراق هي سوف تكون تحت المجهر في الايام القادمه إيه تحت المجهر ما هو راح اللي راح بتقول لي ثلاثة لا لا مليون لا في السنة هناك في الحمد لله هناك نعم هناك بند في في العقود م. انه اذا تبين لنا كوزاره صحه متعاقدين هناك تجاوزات او غش او احتيال فالحكومه تسترد هذا المبلغ طيب طب ماشي طب عزمن الادارات السابقه كان ذات الشركه شركات الخدمات هاي شركه عريقه يعني دعمنا. كم سنه صار لها مع مستشفيات البشير اعتقد تتجاوز الخمس سنوات اذا مش اكثر وهي منذ خمس سنوات او اكثر تمشي على هذا النهج نعم اعتقادي هيك انا اللي اتضح لي في اخر فتره هيك ماشي اما من متى الله اعلم بالمناسبه هي ليست وظيفه المدير المدير لا يدقق جداول المدير يصادق على مطالبه فممكن يعني زملاء السابقين مش من وظيفتهم في لجنه يعني عنهم لا 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 دافع عن احد ولا دافع عن نفسي الان الست مسؤول عن كل اداره مستشفيات البشير انا ادافع عن كل اعمالي وكل توقيع برد مني وعن كل كلام بحكي راح نتحدث عن بعض الكتب الخارجية منك اذا بعد الفاصل فاصل قصير اول ونعود اليكم اهلا بكم من جديد سنذهب الان الى هذا التقرير الذي يشرح حوادث خارج عن القانون شهد المجتمع الاردني كان اخرها ما حدث في مستشفى البشير والذي نامل ان يكون هذا الاخير. التقرير في ايام معدوده. سياده القانون اولويه اذا بدنا نمشي نطلع حالنا من الازمه اللي نحن فيها لكن للاسف انا شايف انه في تراجع ما في تقدم، لما نحكي على سياده القانون عم نحكي بجديه. اللي شفنا اخر مده يا بالمدارس يا انه رئيس جامعه ناس بدهم يشكلوا الطرق ببلدنا وللاسف الكارثه اللي بيصير لما بنشوف طفل عمره ثلاث سنوات توفى من المسكين هاشم الكردي ونحن وين رايحين كمجتمع؟ الثاني من شهر أيلول الماضي الموافق لأول يوم من العام الدراسي الحالي يتداول أردنيون صورا تظهر طلابا في مدرسة الفيصلية بمحافظة مأدبة وهم يقومون بأعمال تكسير وتخريب طالت ممتلكات ومرافق المدرسة نحن كالعادة عملنا الطابور الصباحي قرع الجرس عملنا السلام الملكي عملنا النشيد الوطني قرانا قران كريم ردد الطلاب عملنا التمارين الرياضيه بعد ذلك دخل الطلاب الى الغرف الصفيه ما ان دخل الطلاب الى الغرف الصفيه حدث ما حدث من الفوضى في الفترة ذاتها كانت جامعة آل البيت في محافظة المفرق تشهد حادثا مشابها في مضامينه ومختلفا في تفاصيله موظفون وأكاديميون يقتحمون مكتب رئيس الجامعة الدكتور ضياء الدين عرفة ويطردونه من الجامعة وقالوا نحن لا نقبل بك رئيس الجامعة وعليك أن ترحل مع التهديدات أن ترحل الآن وعطوه وهددوه بأن يرحل خلال مدة محددة منتصف شهر أيلول كانت لعائلة عماد الكردي فاجعة من نوع آخر في منطقة ثغرة الجب على طريق عمان المفرق مشاركون في إحدى فاردات الزفاف يعتدون على سيارة كانت تقله وعائلته لا لشيء سوى أنه تجاوز الفاردة التي أغلقت الطريق وعطلت حركة السائر لفترة طويلة أما النتيجة فهي وفاة طفله هاشم البالغ من العمر ثلاثة أعوام بعد أسبوعين قضاها في العناية الحثيثة حاولوا ضرب بالجزاز الأمامي والجزاز اللي على الجنب ضرب بإيديهم بالبداية بعدين جابوا حجار كبيرة صاروا يزتوا على الجزاز من جهة زوجتي وابني ومن الجزاز الأمامي <applause> أواخر الشهر الماضي موظفون يجبرون مديرة تربية لواء الأغوار الشمالية على مغادرة مكتبها رجوعا إلى حادثة اعتداء فارد على رجل سير أثناء قيامه بوظيفته في شارع الأردن بالعاصمة قبل نحو شهرين أهلا بكم من جديد وأهلا بالدكتور محمود لزرقاد. أهلا بك دكتور دكتور نتحدث عن سيادة القانون ومتحدث عنه جلالة الملك ويتحدث عنه سواء كانت وزارات أو إدارات لأنه متى ما نفذت سيادة القانون لأنه شاهد مثل هذه أعمال الشغب بالمرة خلال شهر واحد شاهد ما تم الحديث عنه لكن بدي أعود إلى الحديث عما حدث في المستشفى أقصد هناك من يقول أن الدكتور محمود أجا من مستشفى الزرقاء، جماعته معه وزلمه معه وحطهم هون ومارسوا أعمال بلطجة على شركات الخدمات كيف ترى بما معنى اني انا معي عصابه. تقريبا. <applause> كيف بتجاوبهم هذول؟ بتحدثوا هذا الحديث. آه وبتلقبهم بالحنشان وانت تحدثت عن الحنشان. نعم انا آه. تحدثت عن من لقبته هذا الموظف اللي جبته هو الوحيد هو م. كتاب صدر بناء على طلبي انا طلبت من موظفيني من الزرقاء هذا م. الموظف بالذات عمار لمعرفتي بكفاءته لاني وجدت في ثغره عندي في النظافه، والنظافه هي اول جزء عندي في نعم. اي مستشفى بستلمه. نعم، وفي واحد ثاني، العامل السيد ابراهيم نجيب محمود دلال مستشفى الزرقاء لم يداوم ولا يوم صح؟ 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 هذا ما داوم لا لا الشاب الاولاني اعتذر أه. وانا اعذرته وما باشر عمله عندي، أه. رغم انه يعني مراقب صحي وجيد. أه. بس لكن اعتذر لانه التكلفه عليه بتكون حد بس ثمن تنقلات من الزرقاء لعمان. مم. شافك كثير ولا هو آه. آه ما شاء الله عليه. طيب. آه انا هاي العصابه اللي جبتها معي على الشخص، وانا لست بحاجه لبودي ولا بحاجه لحراسه ولا بحاجه لمن يعمل اعمالي مم. او يقوم باعمالي كمدير. هو هدف تنظيمي حتى بجزء انا طلبته من معالي الوزير لفتره ومن ثم يعود الى مكانه مم. من اجل تنظيم العمل عندي وخصوصا ما وجدت انا في الثغرات وهي بالنسبه لتنظيم العمل وساعات العمل بخصوص شركات اللي ما كليتنا حتى العظم الحادثه كانت يوم الثلاثاء نعم تواصلت مع وزير الصحه حول هذا الموضوع نعم يوم الثلاثاء انا, أنا تقدمت منهم. بشكوى رسميه لجميع الجهات القانونيه المعروفه والمتعارف عليها تقدمت بشكوى للمركز الامني اللي بدوره لازم يوديها للمدعي العام امم توجهت بشكوى لعطوفة المحافظ نعم. ولعطوفة متصرف القصبة العاصمة وتوجهت طبعا كل الحادثة توجهت فيها ملخصة لمعالي وزير الصحة صاحب الولاية أن اللي يعرف عن كل ما يحدث في مستشفى البشير مهي. وكانت نصيحة معالي وزير الصحة أن أتقدم بالطرق القانونية بشكوى رسمية أه تقدم هذا الشخص اللي هو عمار بالشكوى حسب الأصول أنه اعتدي عليه وهذا حق الشخص يعني معروف أه تفاجأنا أنه لا, لا استجابة يعني الأصل في يجيني محقق يجيني شرطي يجيني ناس يطلع على الكاميرات ما الذي حدث يعني في بعض الأحيان على اشاره ضوئيه بتخالفوا اثنين ما بتحس انهم الشرطه موديهم للمركز الامني هنا لم يحدث شيء ولا مركز امني ولا جهه امنيه بالرغم انه عندي مفرزه وهذه المفرزه يعني احكي على الهواء كان عدد العناصر مع ضابط الشرطه لا تكفي عندي ثلاث عناصر مع ضابط في الشفت الواحد وهذا العدد لا يكفي انه يغطي بس الاسعاف والطوارئ <applause> يعني اذا بتصير حاله حاله وفاه بيجوا بيستعينوا باسناد بدهم 10 الى 15 شرطي مشان يضبطوا ما تكسر الناس من الانفعالات اللي بتصير تفاجات انه لم يقدم الى الحادثه اي مساند بالعكس لما طلبوا مسانده تيجينا كانت الامور منتهيه كانوا نصهم هاربين ويستنوا بعمار بجنب المفرزه تحت حتى كمان ينهالوا عليه بالضرب بالطرق اللي انهالوا عليه في المنطقه م. يوم الأربعاء كذلك لما يتحرك أي ساكن الخميس انتهى الأسبوع لم يأتيني أحد على هذا الأساس قمت نعم بتهديد بأنك لن تستمر في مزاولة عملك حتى يتم تأمين حماية لك الخميس والجمعة أنا بنفسي من خلال الموظفين من خلال المجموعة اللي أنا حط على صفحة التواصل الاجتماعي ما هو مستوى الأمن في المستشفى فأخبرت أنه لا يوجد أي رجل أمن داخلي على جميع المستشفيات في الليل يعني بقي مستشفى البشير دون أمن داخلي وهي شركة أخرى زي شركة الخدمات لا أستفيد منها شيء هاي ثلاثة مليون بالسنة كمان؟ لا هي عددهم أقلهم خمسة 85 موظف ثلثينهم إكسبيرد بحكيها طالع عن صلاحيته كبير بالسن الله يطول اعمارهم كلهم بس لا ما بفعنيش لشغله حراسه لا يحرس, لا يحرس نفسه لا يحرس نفسه لا يفي بالغرض واقفين بس على باب الباركينج ما بيحمي نفسه ما بتعارض مع حدا لو يمر من عنده مش ما مر اذا هذول انا اشكي منهم كمان هاي شركه ثانيه لا تقدم واجباتها لما رايت انه الامور كذلك السبت كذلك طبعا آه اعلمت انا مدير المباشر امين عام وزاره الصحه أن الامور لا تسري على خير ولذلك انا قررت بعدم دوامي ليوم الاحد نعم. هذا الحكم من امبارح واعلمت الامين العام واعلمت معالي وزير الصحه ان انا هذا احتجاجي على ماذا يحدث لا استجابه معالي وزير الصحه خاطب معالي وزير الداخليه ومدير الامن العام ويبدو انه تم تكليف ناس بس متاخرين بال... بالتفاعل مع الحادثه لم يطرا على هذه الحادثه اي شيء فانجبرت اليوم الصبح ما اذهب للدوام لوحدي طيب الشركات الى هذه الدرجه متنفذه في المستشفى أه اعتقد انه لا يوجد واحد على حليل راسه يعني بده يكون مدعوم من جهه معينه انا لا اعرف من هو ومن هو صاحب راس المال ومن هو المتنفذ مم. هو شخص مجهول بالنسبة لي أنا لا أعرف لو أعرفه أنطقه على الهواء ولكن اللي بيحكي بقوة هيك معناته له صلاحية بصوله بجول اللي بيهددني أنه سنهدر دمك معناته وراء ناس ولو إجينا أنا يعني كنت مخير إن إما أنا ابن عشائر لو بدي أنا ألجأ كمان لأجيب من عشيرتي يعني جبل الجوفة نصه زريقات مم. بس هل هذا هو القانون؟ هل يحميني القانون ام يحميني العشيره؟ انا نرجع انا انا انسان مدير فبدي الجا للعشائر؟ لا ما بدي الجا، بدي الجا للقانون. فكان احتجاجي اليوم على عدم تطبيق القانون وعدم اتخاذ اي اجراء بحق المجرمين، انا بعتبره مجرمين لانه الاعتداء بطريقه البلطجه هو جرم وهي جريمه. طيب ماشي. تحدثت لي عن 3 مليون شركه واحد ناش تحدثت عن شركه الحراسه. عن نعم. الشركه اللي قامت بالاعتداء، 3 مليون سنويا يتم دفعهم من مستشفيات البشير الى هذه الشركه نعم وهذول 3 مليون يعني فقط حبر على ورق يتم توقيعها صح؟ نعم. صحيح؟ صحيح طيب. طيب ماذا بامكانك ان ان تعمل بال مليون في هذه المستشفى الان؟ انا على الهواء اقترح وان مشروع شراء شراء خدمات من شركات مكونة بهذه الطريقة أنا بعتبرها خاطئة أنا من, أنا من حقي ويمكنني مثل اداره المستشفى ان ادير الفئه الثالثه هذه الموجوده عندنا وهم ناس مثلنا مثلهم ولماذا لا نعتبرهم مثلنا ولماذا لا نوظفهم موظفين كزملائي ونقوم بالاشراف عليهم نحن. سهوله الاشراف وسهوله المتابعه هي اسهل طريقه بالنسبه لي انا كمدير. يعني شراء خدمات انا وهذا هذا ماذا اقترحته على وزير الصحه بان نقوم ببدايه تطبيق شراء الخدمات المباشر مع كل هو قادر على تنفيذ ما نريده نحن ونستطيع بهذا المال ان نقيم ونعمل من مستشفيات البشير يعني افضل مستويات النظافه في المملكه انا ما استطيع وبنفس المبلغ استطيع ان احسن واستطيع ان احفظ صيانه المستشفيات هذا المبلغ مبلغ بعتبره لا يستحق هذا المبلغ والعمل الذي يقوم لا يستحق هذا المكافاه احنا بنعطي مكافاه بدون ما نشوف عمل أساسي ناتج عنه مستشفى الزرقاء اللي كنت تديرها كانت مع شركات ايضا نفس الشركات بمستشفيات البشيه لا ليست نفس الشركات انا نفس أنا النظام نفس النظام ولكن تم التحكم بهم عن قرب م. وتم تدقيقهم وهم من أفضل الشركات التي تعاملت معها وشفت انتاجيتها في الزرقاء الزرق على أرض الواقع يعني لم أواجه أي مشكلة بجوز واجهت مشكلة مع شركة المصبغة اللي كانت وغرمتهم 11 ألف دينار بذكر آخر غرامة لشركة المصبغة اتأخروا بعملية الغسيل وكان في هناك عطل في الشراشف تعال وانظر لما نوعية الشراشف اللي بتجيني في البشير يعني اللي بيغسلوها في المحراث بتطلع أنظف منها نعطيهم الشرشف أبيض برجع لنا أحمر هذه الشركات وما تقدمه أنا غرمت الشركة بالمناسبة بالبشير 80% من قيمة العطاء والمصاعد. عن السنة الماضية المصاعد قمت بالتنسيب بتوقيفه وعطفت المحافظ وقفه بنفس الليلة تم توقيفه في سجن جويدة <applause> يعني تطبيق القانون لا يزعج تطبيق القانون مطلوب مطلوب مني ومن زملائي ومن اي احد القانون قانون الاردن من أفضع ومن ارقى انواع القوانين الموجوده في العالم ولكن تطبيقها لماذا نتجنب تطبيقها لو تطبق القوانين عندنا نصبح دوله حضاريه 100% لا نحتاج لاي شيء تطبيق القانون انا على مستوى المستشفى لو يطبق القانون كل شيء تمام شو في بالمستشفيات لا يطبق فيها القانون غير المصالح مع الشركات الدوام مثلا م. يعني الدوام في المؤسسات الحكوميه انا كنت اعاني من هذه المشكله ولكن قمنا بوضع الم... نظام البصمه البصمه م. ما بتزعج حدا صار اللي بده ينزعج بدنا نشوفه على البصمه يعني اصدق مننا نظام متابعه الدوام على البصمه حققت الي دوام الفتره المسائيه في العيادات طبقنا نظام الدوام المرن لبعض الوظائف اللي احنا بنحتاجها دون ان تكلف الخزينه اموالا اخرى عمل اضافي قمنا بتنظيم ست ساعات يجي متاخر يعني ناس تيجي على الساعه 8 وجزء اخر يجي على الساعه 11 وصاروا يغطون الرئيتين وبكل راحه الفتره الصباحيه والمسائيه هذا هو النظام المرن انا استفدت منه دون ما يكلفني شيء كم موظف آه آه بالمستشفيات بالنسبه للي بدخلوا بالمستشفيات وما كانت عقوبة مخالفين مخالفين في مستشفى البشير يوميا في مخالفين تقريبا قلت الآن شو العقوبة؟ العقوبة بس وصل 200 دينار وتمهيد تحويله إلى محكمة الصلح بعد ما يدفعه على أساس أنه ما يعيدها جاءت بنتيجة؟ طبعا أذهب إلى فاصل ثاني فاصل <applause> قصير وأنا أعود إليه اهلا بكم من جديد وارحب من جديد بالدكتور محمود. دكتور الان نتحدث عن سياده القانون، كيف يمكن ان يطبق في اداره المستشفيات؟ بما انك تحدثت الان انه في احتيال سميته 3 مليون هي فقط شركه خدمات التنظيف في مستشفى البشير غير الشركات الاخرى. طيب كيف يمكن ان يتم تطبيق سياده القانون في اداره المستشفيات الاردنيه؟ هو في الحقيقة يعني إذا بدنا نيجي على آآ آآ تطبيق القانون وثقافة القانون هي ثقافة بتيجي على ال... إحنا بنحكي عن مدرسة السبع سنين في البيت ومن ثم في المدارس في مراحلها <applause> وأنا باعتقادي مدرسة البيت هي من أهم المدارس قبل أن ندخل على صفوف أو على أدراج الصفوف الأولى من المدرسة <applause> وإذا بتعرف وأكيد الناس كلها بتعرف أنا كطبيب أشوف أنه البنت بتحاول تقلد أمها أول إنسان في الحياة مم. امه بتحاول تقلدها بكل حركاتها وسلوكياتها والطفل الذكر يحاول ان يقلد والده. نعم. فمن هنا يبدا تطبيق القانون والتهذيب و يعني التربيه في البيت تبدا. نعم. فالعنف اذا بلش في البيت مثلا ماذا يتعلم هذا الطفل غير العنف؟ مدرسه العنف فيدخل في الصفوف الاولى عنفي. دخل الاب شاف الاب سلوكياته كويسه وبقرة نسبه <applause> كبيره العنف الاسري في الاردن والله في نسبه مش قليله انا كطبيب شرعي بحكيها <applause> بالرغم يعني انه الحالات التي تصل ويعني يعني بتصل اللي بسموها قمه الايسبرغ لا تتجاوز ال في 90% لا تصل الى هذا الحد ما حد بيعرف عنها المرأة بتاكل كتله من جوزها ورا الباب انتهى الموضوع براضيها بيشتري لها خاتم انتهى الموضوع ولكن هي عنف الولد يعذب يحرق في حالات حرق من في قبل الاهالي اللي ابنائهم في حالات حرق في حالات تعذيب يعني بالمناسبه اليوم كانت في حاله طفل في شرق عمان اذكر انها قيد التحقيق يبدو انه في زميل ليطلع على مسرح الجريمه وهيك اعتقد انها رايحه تكون مشكله في المجتمع لما بتطلع على طفل ماتت من التعذيب من قبل مين عذبوها الطفله؟ مين بده يكون غير الطفله بدها تكون دائما في جوار والديها بدها تكون اقرب الناس الها. وبالمناسبه معظم المعنفين بيكونوا معنفين من الاهالي. يعني قليل ما تلاقي العنف الشارع او المجتمعي مقارنه مع العنف الاسري ناد اقل. العنف الاسري اشد واكثر واسع يعني هي ثقافه. هي ثقافه في مجتمعنا للاسف. يعني في بلاد برا اذا اذا ما بتشاور مرتك يعتبر عنفي <applause> فاحنا على الكلام نحكي اذا حكيت بعنف تقول لك انت عنفتني نعم <applause> احنا لا بنصل لوسائل اخرى العنف كثير في العنف الاسري حالات كثيره للاسف اللي صارت تسجل عندنا لانه صارت صار الدستور الطبي يجبر الطبيب على اخبار او اعلام الجهات القضائيه وال, وال والامن والضابط العدلي عن انه في اشتباه في تعنف او حالات العنف ولا زمان ما حدا كان يدري طيب الان تنتقل معك الى نقطه كيف سيستمر الدكتور محمود الان في اداره مستشفيات البشير وهل ما زال متخوفا من التهديدات ام لا لا احد فوق القانون هذا شعاري ولا يصح الا الصحيح لن اتهاون مع كل من يخالف القانون لن اتهاون مع كل فاسد لن اتهاون مع كل متواطئ مع فاسد <applause> لن اتواطا ولن اتاخر في مراجعه جميع السجلات ما هذه الفئه في مستشفيات البشير رايح اوظف شركه خاصه اللي تدقق هذه الاوراق من جديد من سنتين فما دونه لن اتهاون ساطبق القانون وستتحدث اذا كان الادارات التي سبقت ادارتك في هذه المستشفيات متورطه او لها مصالح خاصه طبعا ما اقصد اشخاص محددين حتى اللحظه ام لا زماله لا هنا لا, لا, أتحدث عن تورط ممكن جهل أو إهمال ثلاث مليون إهمال وجهل دكتور ممكن ما يعني هلا المدير لما هل يصبح أن نطلق على مدير مستشفيات البشير أنه كان جاهلا أو مهملا التدقيق ليست من وظائف مدير طبيب أنا بالمناسبة أنا يعني تعلمت الإدارة المالية لاني كنت مدير لشركتي لكن هاي بجوز كمان الخاصية مش موجودة في زملائي بجوز تجيب له فاتورة ما يعرف يدققها ولا أنا أدقق كل شيء بس إنما يعتمد على المساعدين اللي عندك يعني أنا بركن على مساعد عندي المدير المالي ماذا يعمل المدير التزويد والخدمات ماذا يعمل تدقيقي مجرد أني أجيب له أقول له راجع لي كل شهر شهر سبعة من هذه السنة وجيب لي اياه بتخوفه فحتى لو اجهل بيخاف الزلمه بيقول لك كسب جوزي بحبش لي ومن هذه المراجعات ممكن انها تزبط وتلاقي في هناك اخطاء او تجاوزات وهذه تجاوزات الصفر عندك الصفر لما بكون سادس مليون الصفر لما بكون سابع بتحكي ب مليون وهكذا غلطه الصفر مليون مكلفه طيب. طيب انت تحدثت بانه الاوراق الموجودة ل... وجدت انه ذات التوقيع توقيع واحد مع ارقام وطنية مختلفة واسماء مختلفة ماذا لو تم اثبات العكس اه... انا من صلاحيتي ان ادقق ومن صلاحيتي ان أت... اتهم في سبب تحقيق العدالة وفي سبب ان اشوف ال... ال... ماذا الت... لو كان اتهامك باطل اه... لا احاسب ليش ليش لانه مش متهم شخص انا محافظ انا مكلف اني احافظ على المال العام وهي من واجباتي ان لم يصح يعني من يدقق صحه التوقيع هناك جهات معنيه انا بس على لما يعني بعرف الخط لمين اذا كان خط لواحد او لاكثر لا من واحد مجرد نظره ولكن لا تكفي اني اوجه تهمه لا يكفي بس عدم تطابقها لا يعني انه احنا بس دققنا على التوقيع لا في اشياء اخرى تتطابق الارقام هناك تباعد في الارقام في الحسابات ودائما اذا شفت انت الصادر والوارد لا يتفقان صفر فهناك خطا في المعادله معروفه في الحسابات مم. الصادر والوارد معروف في اي اي رجل حساب كيف ترد على من يقول الدكتور محمود دي عملها بروبوغندا اعلاميه لغايات في نفسه صحيح والله لا ارغب انا ساوضح اكثر انا من منذ ما استلمت الاداره آه. بدفع من جيبتي اكثر وبالمناسبة وعلى الهواء ميتي قهوتي شاي عمري ما شربت من الصحة أنا قصدي بجوز مستوزر محمود الزريقات لا لا, لا اطمح في ذلك. أنا رجل اختصاصي في الطب الشرعي والسموم وافتخر في هذا الاختصاص واريد تطبيق هذا الاختصاص في جميع حياتي وانا بالمناسبة طلبت من معالي الوزير وصرح علي بمزاولة مهنتي بالاضافة لوظيفتي. فوظيفتي انا افتخر بها ومهنتي لا لا ابتعد عنها طيب يعني وزير ما بتفتخر فيها كمان دكتور؟ افتخر لما آه. لا ولكن لا اتوزرا هكذا انا كلفت واقوم بعملي من هون للوزاره شيء ثاني طيب ساتحدث عن خطط مستقبليه في دقيقتين حول ما يعمله الدكتور في مستشفى مستشفيات البشير في المستقبل؟ نعم, نعم. مستقبل قريب على المستشفى نعم المستقبل القريب انا في عندي مشروع ومتابعة مشروع مستشفى الإسعاف والطوارئ هو قيد الإنشاء <applause> في خلال العشرين شهر القادمة سنستلمه إن شاء الله يحتوي على 170 سرير من أرقى تجهيزات الطبية الحديثة وهذا سيحل مشكلة كبيرة عندنا <applause> أطمح وإن شاء الله سأنقل الجميع بيعرف أنه قسم العيون خارج سور المستشفى سأنقوم بنقله إلى داخل المستشفى وقسم الجلدية كمان خارج سور المستشفى سأقوم بادخاله إلى داخل المستشفى إن شاء الله وإن طال العمر الصحة سأقوم بتنفيذ مشروع مستشفى الأسنان وجراحة الأسنان الأول المتخصص في وزارة الصحة هو بالمناسبة مشروع مخطط وجاهز في وزارة الأشغال ولكن ننتظر من يمولنا لهذا المشروع الراقي كم تكلفته هذا المشروع اعتقد بيوصل في 18 أو الى 20 سرير مع الاجهزه تكلفته حوالي 8 الى 9 مليون دينار تكلفته باعتقادي بجوز الحسابات الجديده هذا نحكي على 2010 2011. يعني لو وفرتوا 3 مليون من الخمس سنين بنيتوا المستشفى. 100% وكمان نقطه ثانيه تكلفه يعني بدي اعطيك احصائيه وزاره الصحه تدفع على الخدمات سنويا 52 مليون دينار. تكلفة مستشفى الأمير حمزة مجهز كلفنا 54 مليون فلذلك إحنا كل سنة بندفع الخدمات بناء مستشفى مجهز إذا أنت مع إنهاء الخدمات وتعيين نعم مع أنه تتبع لنا مع أنه صير توظيف عن طريق ديوان الخدمة المدنية ولما لا يكون شركاء معنا هم من يقوموا بالطبخ هم من يقوموا بالتدبير هم من يقوموا بالفندقة هم من يقوموا بالكوي لما لا تكون العلاقه مباشره ونقصر من التكلفه كلما وضعت شريك او وسيط كلما زادت التكلفه علينا وهذه هي ثمنها فواتير عاليه انا ضد م. اي خدمات او شراء خدمات من شركات نعم اسمح لي ان اشكرك الدكتور محمود زريقات مدير مستشفيات البشير ضيفي في صوت المملكه الليله. الشكر موصول ايضا لعمار ابو شاهين رئيس قسم الخدمات المكلف كان معنا من مستشفى الزرقاء، شكرا لكم ايها الافاضل نلتقيكم يوم الغد، الى حين دمتم بخير. بامان الله.